اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هكلمكم عن السياره الكورفيت السي 8 اخر حبه وصلت عندنا وموديل 23 وكشف كونفرتبل، ويلا بينا نشوف مواصفاتها. زي ما انتم شايفين ده مفتاح السي 8، هو نزل اوريدي وشكله متغير، احنا عرفنا شكله خلاص. السياره اللي قدامنا دي هي 2LT كونفرتبل السبعينيه، نازله اديشن خاص احتفالا بمرور 70 سنة على تصنيع أول كورفيت. طبعا دي الكونفرتبل، السيارة اللي قدامنا دي عليها كاربون فلاش، طبعا السبويلر باللون الأسود، ديفيوزر، الرنجات والبريك بادز اللون الأحمر، نفس لون السيارة اللون الأحمر العنابي. القطع على المرايات، دخول ذكي على الأبواب، شكل السيارة. ده صوت السيارة. تمام، نشوف الداخلية. كاربون فلاش. بوز ساوند سيستم طبعا بالبرفورمانس ساوند سيستم مش العادي حتى. سبيكر دي السبعيني. شاحن لسلك للتليفون. ابل كار بلاي اندرويد اوتو. هنا كمان هتلاقي السبعيني موجود على الشباك. 70 سنة. ستين جراي. هنا الدابة بتاعتنا عميقة ما شاء الله. نشوف الداخلية. ستين جراي. ده شكل الشعار اللي على السيت. كاربون فلاش. الحزام نفس لون السيت. دي شيب ستيرينج، كاربون فلاش على الستيرينج على التابلو. شاشة طبعا. أزرار التحكم في المكيف. الجير بتاعنا المودز والبدلات على الستيرنج. لون جميل ما شاء الله. هارد توب طبعا الكفر مش فابريك مش قماش. واتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات، واهلا بكم.